وحد الدايب، قوم يا نايم، وحد الدايب. بالسحر ضوى القمر والسمر حل السهر، بالسحر ضوى القمر والسمر حل السهر. بالتآلف خيمت هالليالي عالبشر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به،
لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. فكر بحال الفقير، ما بيطيب طعم الهنا إلا بجبران الكسير، واللي عم بيفكر بحاله ما بهمه غير راحة باله، عم يجمع ويخبي ماله، هذا الحكي ما بيصير. وحدوه وحدوه. قيل في الاستقامة أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، فهي منهج جليل ومعنى نبيل وطريق واضح قويم وأقصر السبل إلى الحق المبين. والاستقامة من المعاني الجليلة الجامعة كالبر والمروءة والإحسان والمعروف، لذلك نجد تعريفاتها تتنوع، فقد قال عمر رضي الله عنه: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. وقيل هي الإعراض عما سوى الله، وقيل هي الاجتهاد في اقتصاد، وقيل خمس من كن فيه فهو المؤمن القوي. استقامة على أمر الله ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، وتيقظ ليس معه غفلة، ومراقبة الله في السر والجهر ليس معهما رياء، ومراقبة الموت بالتأهب. أما سبيل الاستقامة فهو لزوم شعائر الدين الباطنة والظاهرة العقائدية والعملية، لا يطيقها معرض أو غافل، لأنها الخروج عن معهودات النفس ومفارقة عادتها، وهي الخصلة التي كملت بها المحاسن، فلا تتكلم كلمة ولا تفعل فعلا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم يا اللهم يا الله.
اللهم أرنا الحق حقا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا من طرقنا بابه، يا وسألنا جنابه، لا تخيب رجاءنا يا سامعا دعاءنا، وفقنا في طريق الاستقامة، وأجرنا من الندامة، ونجنا يوم القيامة، يا الله يا الله يا حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قوم يا نايم وحد الدايم، قوم يا نايم وحد الدايم. وإن لم يكن في الاستقامة إلا طمأنينة النفس وصلاح الأحوال لكفى، فكيف بها وقد حملت البشرى للناس؟ يبشر الله عباده المستقيمين على دينه بأعظم بشارة يتمناها الإنسان. يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الاستقامة عكس الاعوجاج، وهي مرور العبد في طريق العبودية بإرشاد الشرع والعقل، هي درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها. ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. ورد في الأثر: استقيموا على الطريق الحسنى وسددوا وقاربوا، فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في الأعمال. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ووسع النفس أقصى ما تستطيع. فإذا بذل الإنسان كامل جهده في طاعة ربه كان عنده من المستقيمين. بالاستقامة عالدرب ساير،
شو ما أمر ربي أنا بساير بالاستقامة عالدرب ساير شو ما أمر ربي أنا بساير ربي كلامه بالقلب والروح ربي كلامه بالقلب والروح عندي الأوامر جاهز وحاضر عندي الأوامر جاهز وحاضر هي الكرامة وتاج على راسي حاشا الندم والقلب طاهر هي الكرامة وتاج على راسي حاشا الندم والقلب طاهر آمن بربك واستقم تنجو آمن بربك واستقم تنجو يلي بيقول المصطفى صاير يلي بيقول المصطفى صاير يلي بيقول المصطفى صاير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. والسمر حل السهر بالتآلف خيمت هالليالي عالبا
بشر. عالسحور وعالفطور بالمحبة تملحت.